هذا إذن ووقعت الجزائر وقطر على اتفاقية شراكة في مجال إنتاج الحديد والصلب. المركب سيجسد قريبا ببلارة ولاية جيجل، ومن شأنه إنتاج 4 ملايين طن سنويا واستحداث 2000 منصب عمل. حفل التوقيع حضره كل من وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمار بن يونس، ووزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، ووزير الدولة الرئيس التنفيذي لشركة قطر القابضة أحمد بن محمد السيد، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية رمطان العمامرة. اليوم احنا طبعا وقعنا كما رأيتم اتفاقية باكورة الشراكة في مجال الحديد والصلب في الجزائر، وإن شاء الله بدء المشروع بيكون عما قريب جدا. في خلال الأسبوع القادم تنتهي كل الإجراءات العملية لبدء المشروع، وإن شاء الله هذه بداية خير مستمرة بين الأشقاء في الجزائر وأخوتهم في قطر إن شاء الله. كما لاحظت حفل توقيع على اتفاقية الشراكة بين شركة قطر ستيل وشركة سيدار الجزائرية. هذا المشروع كما تعرفوا مشروع بلارة، مشروع مهم جدا ومنتظر من طرف الجزائريين، ورغم أن بعض الأوساط شكت في نية الإخوة القطريين في هذا المشروع، ولكن اليوم بينا باللي حقيقة من الممكن جدا بناء صداقة وبناء اتفاقية وبناء شراكة اقتصادية قوية بين الجزائر والإخوة في قطر. إذن المشروع اليوم مضينا عقد الشراكة بين الشركتين، وراح ينطلق في الأسابيع المقبلة بحول الله مشروع في بلارة ولاية جيجل، أكثر من 400 مليون طن للحديد والصلب، وهذا بداية شراكة بين الجزائر ودولة قطر.